نيب عند العوض. طيب مجنيب جدكم كان مسوي ميوت مش بطاريه. احمد مساك الله بالخير. خصم خله يشيل له خصم. احمد الله يمسيك بالخير. ابو عبد الله معك بالنور والسرور. يا هلا فيك. شلونك احمد؟ بخير جعلك بخير. شلونك كيف؟ الله يسلمك. انا ودي اتبناك يا احمد وبهالمناسبه بما انك معنا الان اقترح على الاستاذ عبد الخالق وعلى الاستاذ ناصر الغامدي انك تنضم. انا في كرسي جنبي فاضي انك تنضم معنا في كرسي النقد. ايش رايك؟ والله تبي الصدق يعني شيء يشرفني ويسعدني. والله ما شاء الله عليك مدرك المقاطع في تويتر ومتابع كل شيء وايضا متابع زوايا اللي يختارها اباضه ما شاء الله عليك. ايه متابع أنا. كيف عرفت يا احمد ان الزوايا اللي اختارها اباضه كويسه؟ عندي خلفيه بالاخراج والاعلام كيف شفتها؟ كذا حدسي سبحان الله. قال ام النب جنيب قدامي يا بحا. والله ما اعرف وين الله حاطنا كنا. طيب احمد انت تقول ان الزوايا اللي اختارها اباضه ممتازه. كيف ليش؟ لانه ما هو مصور بالمخرجين او الاعداد لانه مخرج فنان واضح عليه. كيف عرفت؟ فانا سبحان الله وسماهم في وجوههم. فانا شفت الرجال هذا انه مجاله مبدع فهذا الاحساس سبحان الله اللي انا حسيت. طيب كيف عرفت ايضا انك انت امس نصا؟ وش رايك تعرض المقطع؟ عرضوا لنا المقطع يا شباب بسمع انا وياك وبنحلل المقطع. مقطع جاهز نبغاك تسمع معي بس. يا عطوا ابو عبد الله بالله مقطع العوض. يستاهل يستاهل ابو عبد الله. شكرا يا شباب انكم كنتم. انا احس اني بتعب بكره من هذا الكرم الزائد. نضبط كمان. احس اني بكره بمر. تبغى نسلمك يعني ولا كيف؟ عطوني المقطع يا شباب جاهز كذا. اخي انا تجيني رهبه من فهد. لا تكفى يا عيال انتم بديت تحسون حتى الجمهور. اي والله الانسان طيب. في جمهور؟ أنت في جمهور؟ إيه فأنت عينتك. بعد شو جمهور؟ وش قصدي نحن إحنا؟ خلاص أنا راح دورا. لا يعني خلاص مشي الموضوع. رجال شيء لكن هذا مقطع الفارع. معليش يا والله مشاكل. شفتوا ظالميني ظالمين. ايه ظالمينك والله. شفتوا نيتكم طلعت. لا 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 مو ظالمينك ولا شيء بس المقاطع واجد ومشاكلكم واجد. ومعدنا نرجع 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 معدنا بنضمها معكم ان شاء الله. معدنا معكم الحمله شيل بس. لا لا عادي عادي بس كثره مشاكلكم ومقاطعكم. ايوه عطنا مقطع الاول. اسلم. طيب مو جاهز. طيب نصا ما قاله. طيب طيب احمد العوض جاهز. تمام تمام جهزوا المقطع العوض على راحتكم. انا اقول لك نص. طيب ما قلته يا احمد عشان نشوف انت. بعطيك التفاصيل وخلنا نعيش انا وياك السالفه عشان نصل الى نقطه سواء. يا احمد انت قلت انا قبل شوي بحثت او انا بحثت. طيب ولقيت اني انا وياك اكثر مقاطع ترند يا مصلط. طيب من بحث؟ احمد ام اهل احمد ام ام جنيب؟ من بحث؟ طيب اول شيء الله يكفينا شر ام جنيب ويكفيك شر ام جنيب عساها ما تجينا صحيح. اسمع مني. امين. الحين البحث هل البحث يعتمد على شيء الكتروني؟ يمكن بالذاكره صح؟ يمكن يمكن بحسابات اشوف حركات مصلط مثلا ما يعني. أوه. هل انا قلت معي جوال؟ هل انا قلت انا دخلت على الجوال وشفت؟ طيب انت قلت انا سالت بحث. اهلي. إيه انت بعدها قلت انا سالت اهلي. متى قلته؟ بعد بعد الخصم. ايه اي قلت ممكن اني يمكن توصلت على يعني في ناس توصلي فكلمتها لي مره. يا احمد الموضوع لا يحتمل ممكن. الموضوع الان هل هو خيالات؟ هل هو فعلاً لا فعلا ما في لا جوال ولا طيب اي حاجه. يتحلم يا جماعه الخير قبل النوم. طيب تسمح ظلمة ياخذها كاش. والله طيب اني اشوف في وجهكم الظلم. طيب وانت يا معيان اكبر ظالم لهذا الرجل البريء واني اتبناه هنا. طيب انت ظلمت. طيب احمد صراحه. شوف يا احمد حرام عليكم. خلنا نشوف المقطع مع بعض. لا ما هو لازم. انا بشوف. هذه درجة اصحاب. درجة اصحاب يا عبد الخالق. يا اخي والله انك بنا. درجة اصحاب. درجة اصحاب اسرار. طيب طيب بنشوفه ونشوفه. انا اصحابك. استر على من في الارض يسترك من في السماء. طيب الله يستر وياك. جايين هذه دردشة انا وصاحبي. طيب لا مو جاي هنا خلف كواليس. اعطونا اعطونا. يا رجل والله لو ان طلبك ايش؟ استر يا رجل خلاص انا. تزعل النار القهوة. شفت كيف؟ فعليا مثل الان وقفت ثم اخر ايش نسوي؟ طيب احنا خلاص نضم بعض ونبكي نركب النغاره. عرفت كيف؟ حلو. ايش رايك بالله بذمتك كيف؟ لا والله تقفيها من عند فندي. الان انا بتاكد من حاجه. بتاكد وشو بتاكد من بتاكد. ابي اشوف هل انا شايف تو قوه انا كتبت احمد العوض قوه مقاطع انا وياك يعني اكثر مقاطع معي انت. انت هذا اللي نروح عندكم هذا امتحان. بشوفك لا تروح. شفت كيف طول العمر؟ ايه وبشوف الشيء هذا وانت قهوه قهوه صبك ما يبدا انت قهوه بعد المغرب او على العشاء. ايه طيب خلاص بالله ايش رايك تشوفها كويس؟ ايش رايك بالزاويه هذه بالله ايش رايك؟ دايور القهوه رهيب قبضت فيها ايش رايك؟ ايش مسوي حزين زي الخمسي بالنقطه ولا ايش؟
مسوي حزين. احد قال لك ان قناه الواقع برنامج البزنس تطبيق تيك توك؟ احد قال لك هذا الشيء؟ مقطعي قوي و الحين برنامج ما تقول اهم شيء راحه المتسابق. نعم نعم انا احب رجال احب اتمشى بالحديقه الجميله هذه. احمد ها ممكن سؤال وش اللي ها يعني هلا ما ادري احس وش اللي انتم شيكم عليهم شخصيا الموضوع معي احمد امس العيونه احمد عيونه ها يا نواف احمد انتم شايفين علي شيء ها اي نواف كفو اسالهم اسالهم قول شوف سال علي شيء انا اسال كنت متسابق شايفين علي شيء انتم وش قله الاحترام معي لا انت نواف اي انا نواف معلش انا عشان ما عندي شاشه يا عمري والله نوفك على القلب هنا والعين والله هنا. احمد انا 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 متفائل فيك وانت رجل شجاع جدا يا احمد اسمع الكلام اسمع صح ها. احمد ابغاك تجاوبني بكل صراحه ابشر بساعدك والله يكفو كم جوال موجود في غرف النوم صف صل على النبي والله صلي وسلم اول من يطلع من الغرفه انا واخر من يدخلها انا الله طب ما قلنا شيء كم جوال فاف كيف بعرف الناس نايم وش بعرف ما فتش انا يعني واجد شوف الخصي انا حتى سرير خويي ما طالع فيه طيب انت معك جوال معك جوال لو معي جوال اجلس كل شوي متبطح طيب كيف عرفت كيف عرفت كيف عرفت انه مقطعك صار كيف عرفت نبغى شرح واكثر مقاطع نبغى شرح نبغى شرح وكيف تبغى تسوي ثنائيه مع مصلت بالله عطنا شرح مختصر ليه انا اعلمك ليش ما هي ثنائيه ما يقصرون باخوياي كلهم اخوان وانا قبل شوي سوينا فقره وبعد قلت اللي تبي اسمعني سمها اللي تبي يشهد علي يشهد علي الله اني ما افرق بينهم ولا واحد واحد وهذا اقوله مو مجامله كفر. مصلت لا مصلت جاب له كذا شايله باسمي طيب فقلت انه مثلا يعني كيف دريت انها ضاربه المقاطع ها كيف دريت ان المقاطع ضاربه احساس أو اول حاجه فيه اسمها ثقه بالنفس طيب هذا اول نقطه ها ام هو وحي تنزل عليك اول حاجه واول حاجه انا اسولف ندردش البارح برد والدنيا ضيقني ودردش مع صديقي عادي ودردش معاه ودردش معاه ما يمدي الكاميرا الكاميرا سبحان الله الكاميرا تركت اللوكيشنات ما لحقتني الا يوم اني اسولف انت معجبني اليوم لذلك اسلمك للاستاذ سعود تفضل احمد احمد شوف شوف طريق ابو عبد الله احمد ها عيون حبيبي احمد اول شيء اشكر لك روحك المريحه يا حبيب اخوك واعترافاتك الواضحه الصريحه الله يسعدك انا 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 الحين متاكد ان معك جوال صدقني طيب سعود صدقني والله الذي نفسي بيده ما معي جوال طيب اوكي مع مع احد مو بس صدقني والله فهد من فارغ حتى جوالاتي انا قبل فتره وهي اني ما لمستها احمد احمد انا ادري البارح انك فتحت الجوال لكن صدقني ما صدقني ما فتح ممكن ان ممكن أو بعد البث امس يمكن يوم كلمت الاهل يمكن خبره وصلني يمكن يمكن انا ايه؟ كلمت الاهل كلمتهم يعني بعد البث الاهل يطمنون يدعمونك ان احنا شفنا لك مقاطع يا احمد ممكن هذه السالفه طيب من باب السؤال بس ترى حتى المخرج حتى راحت المخرج دعمك قبل شيء جاب بصمت معك كذا في الشاشه عرفت عشان الثنائيه عشان المقاطع ترى حلوه تعجبني المخرج ضبطك شوف 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 كيف ضبطك الله يسعد بابا انا قلت لك انا بابا ثنائيه بيضرب المقطع هذا بيضرب تصميم الحين علي تصميم ينزل علي تصميم ترند يلا ترند ترند تعيش يا دقيقه الحين الخصم يعني خلاص يعني لا لا احمد دقيقه انا بعلمك الخصم انا بتوسط لك بس اجاوبني ابشر من عيوني امرني اول شيء احنا نعرف ان فهد بن فارع اعترف معه جوال وكان هذا في المظله لكن سؤالي لك يا احمد كيف اكتشفت ام جنيب وديورت وقلبت السالفه قهوه ام جنيب ايه ايه كيف عرفت كيف قرصتكم ام جنيب ثم قلبت السالفه من مقاطع الى قهوه كيف صل على النبي كيف صل على النبي اللهم صل على محمد انا من يوم حطيت هذا برقبتي ما والله اثق فيه لو انها ميوت ايوه خذها مني ما اثق والكاميرات بكلمه هو عارفها بابا ما ادري يقنصني لو اني فوق فوق اوه قالها مره قال اجيبك لو مسكين احمد شفت كيف احساسي والله شوف الواحد عنده سبحان الله تدرون يا شباب تدرون ان احمد العوض هو المتسابق الوحيد اللي للان ما طلب جواله من الاداره شهد شهد من سبحانها أخذ اسمع يا اختك امس اخذته يا احمد هل تعلم الساعه بعد البث امس يا احمد اخذته هل تعلم وهل تريد ان اعلمك لماذا عادي لا لا اقول اتصلت كان في اتصال ضروري لا مو اتصال بالاهل لا شيء اخر لا شو اسمه اقوله اذا في شيء اخر وانا اخوك ها الستر زين شوف انت انت وضحت لي انا خوي جت على شوف صل على النبي اقول شوف انا اخوك سعود سم. انت من يوم اشوفك بالشاشه عندنا والله اني امدح فيك اسمع رشوه رشوه هذه رشوه هذه رشوه انا ترى احمد 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 العوض احمد احمد عندي سؤال احمد العوض تفضل تفضل احمد ها بس انه نصيحه بس
إذا أحد نادى باسمك كلمة ها تراها شينة. لا لا شوف يا أخ نواف. لا لا أنا قال لك قبل شوي. نواف شوف شوف إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. عارف إيش خاطرك يا حبيبي؟ والله عارف يعني خاطرك. هلا أعرف إيش خاطرك. هلا بس إني ما أبي أطول يعني ها بسمع. تبغى تتجاوز. إيه بس إنه يعني. خلاص عيونه. عندي سؤال. عندي سؤال. لبيه كذا مين؟ عندي سؤال يا شيخ أحمد. لبيه. الله يرضى عليك. وعليك. بالله عليك كم سلمت جوال للإدارة؟ بالله عليك. قصدك لأخويا؟ لا لا للإدارة يوم جيت كم سلمت جوال؟ جوالاتي أنا؟ إيه ثلاث ثلاث. عندي سؤال عام جاوب تبي جاوب جاوب ما تبغى تقول لا قول لا. أحمد العوض معك جوال ولا ما معك جوال؟ يعني عشان أنا سلمت ثلاث معي جوال غير يعني لو يا لو بسلم لو بس كان يمديني أسلم اثنين وخلي الثالث. أحمد الله ي... الله يعافيك يا أحمد. آمين. عندي سؤال أحمد العوض معه جوال ولا ما معه جوال؟ لو اللي خلي لي هالعوينات اللي بدو. طيب شوف طيب شوف طيب عندي دقيقة دي. هل على عجل هل لو مسك أحمد العوض بجوال يستبعد عادي؟ وشو؟ لو مسكنا معك جوال عادي تستبعد؟ شوف صل على النبي. أنا أول شيء ما راح يدخل جوال لكن هذا أنا أخوك افرض إني لقيت الجوال طايح مع الأيام ومسكته تقول الجوال أحمد؟ لا إحنا نعرف نثبت إنه لأحمد ولا. طيب ما يخالف احمد احمد يبغى هي شكرا 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 لك الله يعطيك العافيه بس واضح ان انتم كثير متسابقين داخل البرنامج بس هدف هوس ترند ومقاطع تيك توك شايف عيني من دموعي على عيني واضح من نقاشاتكم واضح من والله يا عبد الخالق تحليلك ما هو محله اقولها لك مني لكن على عيني وراسي كلامك يا حبيبي يا احمد يا احمد المقطع اللي صار قبل شوي واضح انت قلت مقطعنا ضرب ومقطعنا كفو بنسوي ثنائيه مع بعض يا اخي معليش يعني من حقه عبد الخالق طيب كيف تقول تحليلك خطا كيف ها كيف تقول تحليلي خطا كل كلامكم في سواليكم حتى اللي تدور بينكم عن الترند وهوس الترند وكيف نضرب وخش الترند يا اخي هذا هدف بيجيك الترند والشهره راح ابشرك 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 انت دخلت مجرد دخولك معنا في فقرة خذا كاش انت اشتهرت على فكرة ما بالك ان بوجودك في برنامج البزنس وقناة الواقع راح تشتهر مبروك حتى لو كنت تدري لو كنت بالحركات زي عمر حامد راح تشتهر هذا انا اضمنها لك بس على الاقل خليك اذا خلص البرنامج ولا طلعت برايم في اول برايم ولا شيء يكون لك يعني تاريخ كويس تقدر تضرب مقاطعك على الاقل شهرين عادي الحين انا عشان سولفت انظلمت واكلت لي خصم كيف الحين لو عطست انا بعد احمد عوض عطس 500 انا ما قلت شيء يا اخي دردشه هنا مع صديق ندردش طيب. دردشه جبت العيد فيها يا احمد طالب الجميع وطالب الجميع اني اصير انا ونواف ثنائيه ويصير وانت حد طيب احمد العوض بس يا اخي والله طالت خلاص وضحت احمد العوض والله وضحت اتوقع احنا ضبطناك وما قصرنا معك بدال المقطع اعطيناك حلقه يا دقيقه عبد الخالق اسلم الحين يعني مثلا انتم طلعت يعني اني طلعت معك والحين صرت النجوميه مثلا اي طبعا اكيد هذا تسمونه ثقه بنفس او غرور لا 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 زي واحد امس زي اللي امس يقول لا ثقه بنفس ولا غرور بالواقع واقع انا يسعدني شوف ما هي قصور فيكم بس انا يسعدني تواجد فهد معين معكم صراحه الله يرضى عليك حبيب ابو معين دافع نعم. عني انا ما اقدر عليكم والله كلكم الله يحفظك الله يرضى عليك لكن الخصم طيب ايش صار فيه يا اخ عبد الخالق على اساس انك انا ودي 1000 لحظه يا حبيبي احنا ترى ما نخصم احنا نوصي على الخصومات الخصم طيب يا عبد الخالق احنا ما نخصم احنا نوصي على الخصومات روح راجع ترك الدوسري الحين انا اخذت 500 كذا الله يحفظك يا احمد عوض شكلك فتحتها بحري خلاص الله يستر عليك من احفظك من وين روح كمل معاه مصر تشوف لكم ثنائيه كويسه يلا بعد المقطع هذا ترى اطلق ثنائيه والله العظيم يلا عزانكم تضغطون اللي ما ينضغط انا بضبط والله جد روح مع مصر الحين سوي لك مقطع تيك توك بطل أيوه؟ يلا الله يوفقك حول الله بيشوف اللي طلعت انا ما قادر اليوم صدق انك ترند يا اليوم سيعلم فائده فقره خذها كاش يا اخي والله انه يجيب العيات بس يا اخي والله انه يسوي لك شيء على يسوي طيب شوف احمد نعتذر اني اضافه ما